عبر إكس، أم علي الحيدان تقول: اسأل الشيخ، هل يجوز صرف الزكاة لعمارة المساجد؟ لا يجوز صرف الزكاة لعمارة المساجد، لأن الله جل وعلا حدد لنا مصارف الزكاة، فقال جل وعلا: إنما الصدقات وإنما للحصر، تفيد الحصر والقصر، حصر هذه الأمور الثمانية التي ذكرها الله، صحيح. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. فهذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا، وليس منها بناء المساجد، نعم أبو عبد الله، مع عظم فضل النفقة على عمارة المساجد وبنائها وتشييدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، اللهم لكن لا يكون ذلك من أموال الزكاة. نعم.